اختتمت الإدارة العامة للمرور معرض التوعية المرورية الذي استمر على مدار أسبوع بهدف توعية المواطنين والمقيمين بالمخالفات المرورية وخصوصا الجديدة منها التي دخلت أو ستدخل حيز التنفيذ وكيفية دفع المخالفات المتوجبة والاستعلام عن كيفية الإفراج عن المخالفات الجسيمة والسيارات المحجوزة. المعرض يتكون من التوعية المرورية وكذلك عندنا بعد بخصوص دفع المخالفات، الاستعلام عن المخالفات، كذلك عندنا بعد كتب الإفراج عن المخالفات، وكذلك بعض المخالفات الجسيمة نقدر نعطيها كتب إفراج. وبخصوص جميع المخالفين اللي عنده مخالفة بلوك أو دفع مخالفة بأي محافظة أو سيارته محجوزة، معرض التوعية المرورية شكل نقطة تواصل بين الجمهور والإدارة العامة للمرور، وكذلك محطة سهلت على المخالفين تسوية أوضاع مخالفاتهم والاستفسار عنها. عندنا تسهيل مثلا الإجراءات المرورية، دفع المخالفات، الاستعلام، الناس جايون يشيكون على المخالفات، يشيكون على الرقم المدني إذا عليهم مخالفات أو شيء. وعندنا توعية بخصوص الدوريات، عندنا الثلاث دوريات الموجودة الآليات يشيكون عليها، يشوفون شنو فيها شنو ما فيها ويتعلمون، ويشوفون بالذات عندنا الآلية الجديدة ممنوع الوقوف يشيكون عليها. هذا المعرض تضمن عرضا للآليات والمعدات المدنية بما فيها المركبة المزودة بكاميرا والتي تأتي على شكل مخالفة مرورية وتقوم بتصوير مخالفات ممنوع الوقوف والوقوف صف ثاني والوقوف على الأرصفة والتي ستدخل حيز التنفيذ قريبا. جيهان حبيب، تلفزيون دولة الكويت.